اليوم الجريمة الإلكترونية أو الاحتيال الإلكتروني اليوم ما مو مثل الأول اللي عصابة تحاول تدش مثلا بنك وتاخذ الفلوس، ولا واحد يوقفك بالشارع ولا يكسر سيارتك. اليوم صارت الجريمة عابرة للقارات. اليوم واحد قاعد في مكتبه في الصين ولا في استراليا ممكن يسوي عمليات احتيال ويبدي يحاول يسرق مبالغ مالية، سواء من أشخاص أو من مؤسسات أو حتى من مصارف أو جهات مالية. كذلك يعني تعقيد الجريمة الإلكترونية عابرة القارات في يعني البحث على المجرم والوصول له والبحث على الدليل التقني اللي يربط الجريمة في هذا الشخص، هذه معضلة كبيرة الصراحة، لأن الجريمة مثل ما قلنا بالبداية أنها عابرة للقارات، فعملية إثباتها وعملية التريسينج وملاحقتها وتتبع إشارات التقنية والأدلة التقنية للوصول إلى المتهم جدا صعبة. عشان كذي فهي أفضل ساحة للجرائم يعني للاحتيال المصرفي تكون هذه.